مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة. يوم 25 يناير اتجمعنا هنا كلنا، كان المفروض ان هو اول يوم في ثورة الغضب. اتجمعنا هنا الساعة 2 الظهر، كان عددنا قليل جدا، وفوجئنا ان الامن المركزي اعداده بتزيد وبيحوطونا من كل الاتجاهات، قفلوا علينا كل الشوارع، حوطونا من كل الجوانب. فبدانا ننادي للناس يقول لهم يا اهالينا انضموا لينا عشان عددنا يزيد ونقدر نقتحم الكوردون اللي كان عامله الامن المركزي حوالينا. والحقيقه بعد مفاوضات كتير جدا فعلا فتحوا لنا الطريق وعدينا على سبيل ان احنا هنمشي، لكن كلنا اتجمعنا وبدانا نخش من شوارع جانبيه هنا لحد ما دخلنا سوق الحقانيه عشان نقدر نتجمع تاني. بدانا نمشي من شوارع جانبيه عشان نهرب من الامن المركزي، ودخلنا هنا من سوق الحقانيه. انا فضلت واقفه، فضلنا ماشيين مجموعات صغيره عشان نقدر نعدي من الطريق دوت. في وسط ما احنا ماشيين قابلنا هنا ست بسيطة جدا وباين عليها ان هي من طبقة اقل من المتوسطة بكتير، كانت واقفة بتشتري خضار، وفجأة بصت لنا وقالت لنا يا جماعة في ايه وايه اللي حصل في البلد. فبنقول لها يا حاجة احنا بنتظاهر عشان حبيب العدلي وعشان كرامة المصريين. قالت طب والله ما انا جايبة الخضار، كرامة المصريين اهم. فضلت ماشية معانا لحد ما طلعنا على البحر وكملت معانا لحد ما وصلنا للشط. طول ما احنا ماشيين كانت هي اكتر حد فينا بيهتف بجد من قلبه، اعلى صوت فينا. كان اول ما حد من الشباب او من البنات صوته بيوطى او بيسكت كانت بتصرخ فينا وبتقول لنا انتوا سكتوا ليه؟ مكسوفين من ايه؟ على صوتكم، ده حقكم، لو سكتوا عليه مش هيرجع تاني. دفع مئات الالاف الى الشوارع في القاهره.